حفظكم الله يا شيخ، هنا بعض ضباط الشرطة أتاهم أمر بحلق اللحى أو يخيروهم بترك وظائفهم من مسؤوليهم، ما تقول يا شيخ؟ يعني خصوصا وجود بعض هؤلاء الضباط ضروري في سلك الشرطة، فهل يعني يمضون في سلك الوظيفة ويحلقون لحاهم أم يتركون الوظيفة ويقعدون في بيوتهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، يخففونها ويخففونها. نعم، نحن ندعوهم إلى مذهب السلف والعقيدة الصحيحة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن بعض الشباب من إحدى الدول العربية. نعم. وقد صدر قرار عندنا يقضي بحلق اللحية لكل من له لحية فيؤمر بذلك أو يفصل من عمله إذا لم يحلقها، فماذا نفعل وفقكم الله؟ لكن صدر قرار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1426 سنة بقوله أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرسلوا اللحى، وصدر قراره صلى الله عليه وسلم بقوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله جل وعلا يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أليس الرزق مقصورا على هذه الوظيفة؟ اطلب الرزق في غيرها مما لا معصية فيه.